محبة قوية كالموت. الرب يسكب محبته في هذه اللحظات، فاستقبل معي محبة منسكبة من قلب الرب ليك مباشرة. محبة تنعش، محبة تقوي، محبة تبرئ، محبة تشفي. نعم إني محبوب جدا من الرب. اعلن كده إني محبوب من الرب. أبويا صالح، أبويا ملقان محبة، أبويا ملقان غنى. أبا الآب أشكرك من أجل كل حب جوا قلبك ليا والإخوات. أبا الآب أشكرك من أجل كل فرح بتسكبه علينا. أبا الآب أشكرك من أجل كل قوة بتتلف النير باسم الرب يسوع، بتطلقنا أحرار في محضرك. أبا الآب أشكرك من أجل كل قوة تشي أجسادنا وأرواحنا ونفسياتنا. ما أروعك وما أجملك يسوع، ما أروعك وما أجملك. افتح العينين عشان تشوف روعتك وجمالك. حلو قوي يسوع، ده يسوع. حلو قوي، حلو قوي، حلو قوي، ده يسوع. حلو قوي، حلو قوي. ردد هذه الكلمات لاني اؤمن بسكيب من عرش النعمه. عينين بتتفتح، قلوب بتتحرر، اذان بتتفتح باسم الرب يسوع لكي تسمع ولكي ترى. حلو قوي، حلو قوي. نعم انت رائع، انت بارع، ده يسوع. حلو قوي، حلو قوي، حلو قوي، ده يسوع. حلو قوي، حلو قوي، حلو قوي. صوت صارخ في المجد، أعدوا طريق الرب. كل جبل في القبر ينحني لصوت الرب. صوت صارخ في المجد، أعدوا طريق الرب. كل جبل في القبر ينحني لصوت. هو ذا الرب بقوة، هو ذا الرب بقوة، يملك في وسطنا، يحكم بذراع مجد، نملك ميراثنا. هو ذا الرب بقوة، يملك في وسطنا، يحكم بذراع مجد، نملك ميراثنا. عرفي بتصير سهلا،
ما وجهت تصير مستقيما ويرى مجد الرب علينا. عراقيب تصير سهلا ما وجهت تصير مستقيما ويرى مجد الرب. نعم نمتلك ميراثنا كأبناء للرب. هو ذا الرب بقوة يملك في وسطنا يحكم بذراع مجد نملك ميه. ارفع ايدك واعلم معي كل مواريث ليا في الرب. نعم بمتلك مواريثي كابن وابنة للرب. نملك هو ذا الرب هو ذا الرب بقوة يملك في وسطنا يحكم بذراع مجد نملك ميراثنا. عراقيب تصير سهلا ما وجهت تصير مستقيمة ويرى مجد الرب علينا. عراقيب تصير سهلا ما وجهت تصير مستقيمة ويرى مجد الرب علينا. نعم أشكرك لأني ابنك أشكرك لأني وارث فيك كل شيء. لا يعود يسمينا عبيد بل أحباء وارثين معه كل شيء. كل ما لي يا ابني هو لك. كل ما لي هو لك. استقبل من الرب هذه اللحظات ودائع. استقبل من الرب سكيب. كل ما هو للرب هو لي. لا نعيش الضعف لا نعيش الفقر لا نعيش في الاستنزاف باسم يسوع. لا نعيش الأحزان لا نعيش الأمراض باسم يسوع. موارثنا في الرب حرية قوة وفرح وابتهاج. صوت صارخ في المجد أعدوا طريق الرب. كل جبل في القفر يرحني لصوت الرب. صوت صارخ في المجد أعدوا طريق الرب. كل جبل في القفر يرحني لصوت الرب. عراقيب تصير سهلا ما وجهت تصير مستقيمة ويرى مجد الرب علينا. عراقيب تصير سهلا ما وجهت تصير مستقيمة ويرى مجد الرب. ارفع ايدك وامتلك مواريثك في الرب. هو ذا الرب بقوة يملك في وسطنا يحكم بذراع مجد نملك ميراثنا. هو ذا الرب بقوة يملك في وسطنا يحكم بذراع مجد نملك ميراثنا. عراقيب تصير سهلا ما وجهت تصير مستقيمة ويرى مجد الرب. نعم يرى مجد الرب علينا. الرب العابر أمامنا. ويرى مجد الرب علينا. إلهنا مكتوب على الآلهة مجدا مجدا له. إلهنا ما هو إلهنا مكتوب على الآلهة مجدا مجدا له. إلهنا على الآلهة مجدا مجدا له.
غنوا للإله، غنوا للإله، رنموا لاسمه إلهنا ما هو. حدثوا الجميع بأعماله إلهنا ما هو. غنوا للإله، رنموا لاسمه إلهنا ما هو. حدثوا الجميع بأعماله إلهنا ما هو. أعدوا الطريق للراكب في الجبال، لأن إلهنا رب جبار، يقوم يبيد كل الأشرار إلهنا. أعدوا الطريق، أعدوا الطريق للراكب في الجبال، لأن إلهنا رب جبار، يقوم يبيد كل الأشرار إلهنا. إلهنا، إلهنا مهوبنا، لا الآلهة مجدا، مجدا له إلهنا. مهوب أنت يا الله، ومهوب اسمك في الأرض والسماء. مهوب، مهوب أنت يا الله، ومهوب اسمك في الأرض والسماء. من مثلك؟ مهوب أنت يا الله، ومهوب اسمك الرب.
صوت ورسئات فوق الساحات زينات ومجد فالرب عاد صوت ارتئات فوق الساحات زينات ومجد فالرب عاد هو ذا يخرج من حجلته مثل الجبار نقفك فرس في حضرته نلبس المال هو ذا يخرج من حجلته مثل الجبار الله في حضرته نلبس المال صوت الرب أرعد فوق المياه مجد الرب يملأ يخلق حياة صوت الرب أرعد فوق المياه مجد الرب يملأ يخلق حياة يفتح لهب يكسر أرض يولد إيان في هيكله عزا ومجد هللويا يفتح لهب يكسر أرض يولد إيان في هيكله عزا ومجد هللويا كعريس يعلن في وسطنا كمليك يخرج أمامنا كعريس يعلن في وسطنا كمليك يخرج أمامنا يسوع
حاجات كده هو زي ما نعمة قالت كده أنا نفسي مرة جدا القدير قد أمرني في حاجة غلط في حاجة غلط في نعمة. عشان كده نعمة قعدت في البيت لكن رعوس خرجت قلت لها اتركيني أخرج وراء من أجد في عيني نعمة. في اختراق للنعمة وفي مرارة بتقعدنا في البيت في خوف بيقعدنا في حالة روحية ما فيهاش استقبالات جديدة وفي نعمة بتخليك تخترق إلى بوعز ويسوع وبتخترق إلى عهد. نفس الزمن أخطر حاجة بالنسبة لي أنا بلقط حبة حاجات صغيرة من مؤتمر إن يكون البعض في نفس الزمن عايش في المغاير بيأكل خبز وماء والآخر في نفس الزمن على نفس الدعوة اللي على حياتهم موجود فوق الجبل بيرى نار بتنزل ومية بتنزل وأمطار بتنزل وغراب يوكله. وده إليه في زمن إليه كان إليه فوق الجبل بيختبر نهضة وفي المغاير في أنبياء بتأكل خبز وماء خايفة. ده شيء مهم جدا لأن مع مرور الأيام شعبنا بيمر ما بين الحالتين ما بين الصراعين أو التناقضين. هتلاقي بعض أولاد الرب قاعدين في مغاير خايفين والبعض الآخر فوق الجبل بيختبروا نهضة. وصلاتي وإيماني وعشان كده عمال بزق معاكم إنه شعب الرب كله يبقى فوق الجبل بيختبر نيران نازلة بيختبر غراب بيوكله كل يوم برغم إن اللي في المغارة بيأكلوا خبز وماء فقط. شيء خطير جدا إنك تبقى عارف أنا بمر بزمن كده برغم إن الرب عارض في نفس الزمن ده نهضة نيران استخدام شبع داخلي يكون شبعان من كل جهة. النفس الشبعانة بتعمل إيه؟ حلوة أوي. والرب يريد أن يملأ نفسك بهذا الشبع. الشبع ده جاي من مقاصد الرب أنك عارف أنك في قصد الرب. ليه الناس بتشكي كتير؟ لأنها متلخبطة هو أنا في قصد الرب طب أنا موجود في البلد دي المفروض أهاجر والمفروض أعمل إيه؟ لما تعرف أنك محطوط في مكان في الوقت في الزمن لقصد من الرب في حاجة في شبع بينسكب في قلبك وفي نفسيتك أنك بتتحرك في قصد الرب مش لأنك شاطر أو أنا شاطر لكن لأنها نعمة لأنك ابن لأنه حريص على أيامك حريص على تاريخك مش حطك هنا بيمتحنك لغاية لما تطلع في النتيجة في الآخر نجحت 9 من 10 روح السماء 4 من 10 مش عارف هتروح فين. القصة مش كده خالص. القصة معتمدة على أب وابن وابنة وعلاقة وتبعية وحب وثمر واستخدام ومسؤولية واتكال. أبوك السماوي اداك مفاتيح الشركة بتاعته على الأرض الفرع الرئيسي في السماء. انت اداك ادى أولاده مفاتيح الشركة بتاعته على الأرض. هي دي الوزنات. ولما لما بتقف فيها بتدرك ان في قصد. انت مش موجود هنا عشان يتفعص فيك تحس ان الحياه ضدك وخايف من بكره. انت موجود هنا لمقاصد سلطان الرب ملكوت الرب قصد الرب على حياتك. فانت موجود هنا رافع عينك للفرع الرئيسي بتاعك معتمد انه تواصلك وتواصل الفرع الرئيسي معاك انت أونلاين زي ما بيقولوا يعني في عالم الإنترنت. أنت متوصل أنت واصل يقولوا في الشركة تقول أنت واصل. أنت متوصل مع 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 الفرع الرئيسي بتاع الملكوت بتاع كل سكيب كل نعمة كل إعلان رب عايز يسكبه على حياتك لأنه ابن وبنت الرب مش مفصولين عن عرش النعمة. أي كلنا حافظينها أول ما ابتديها كلنا منكملها بس وجاء الوقت انك تدركها. من سيفصلنا عن محبة الله التي لنا في المسيح يسوع؟ فحياتك وحياتي معتمدة على التواصل ده على السكيب على عبادة طلعة عبادة نارية بتستقبل على حساب دم يسوع المسيح وعلى نعمة نازلة أو زيت نازل أو سكيب نازل رد فعل سماوي للي انت بتعمله بينسكب على قلبك على أديك على خدمتك على ظروفك. ليه؟ لأن الرب مش بيسيب ولاده بنته وابنه متخبطين في الدنيا مش عارفين ايه بكرة. رب يتعامل رب سرمدي. عارفين التعبير ده؟ عارفين تعبير سرمدي؟ حكينا عنه كتير. يعني ايه؟ يعني بره الزمن. الكليات اللي هو تقول لك ازلي ابدي كلمه جميله قوي بس بره الزمن. الزمن مخلوق الرب بره الزمن
عايز أقول لك إحنا مش في صلاحيتنا نتحرك في الزمن، إحنا صلاحيتنا الساعة اللي إحنا فيها بس على مستوى الجسد، لكن الوحيد اللي سلطان يتحرك في الزمن إن كان ماضي حاضر أو مستقبل هو الرب. التصاقك بالرب بديك الصلاحية أنك تطلب تأثيرات الرب السرمدية على الخط الزمني بتاعك. احنا دخلنا في الجد شوية النهاردة، هتكلم كلام جد شوية، لأن احنا بنعيش في خط زمني مطاردين من ماضي، خايفين من الحاضر ومتحيرين للمستقبل، فبنعيش طول الوقت في حتة طايرة في الهواء لو احنا عايشين في الجسد، كأن الماضي بيطاردني بوحشه أو بحلوه، الحاضر أنا لو بصيت تحت رجلي بغرق لأنه بطرس ماشي على المية، والمستقبل عليه علامة استفهام كبيرة متحير. بس أولاد الرب مش مدعوين للخط الزمني ده، أولاد الرب مدعوين لخط زمني الرب فيه بيتحرك، لأنه سرمدي في الماضي بتاعهم، في الحاضر بتاعهم، وفي المستقبل بتاعهم. ابتدي بآية بسيطة هقولها كده كلنا عارفينها فحولها ببساطة، موجودة في عبرانيين، يسوع هو أمس واليوم وإلى الأبد. إذن يسوع بيتحرك في الخط الزمني، هو أمس بيتحرك في الماضي، هو اليوم بيتحرك في النهاردة، هو بيتحرك إلى الأبد. فيسوع مخطي سلطان الساعة. عارفين كلمة سلطان الساعة؟ أقرأ لكم آيات بسرعة طيب، عشان يوحنا أو لوقا 22 عدد 53 إذ كنت معكم كل يعني ده مقدمة بس بديكم خلفية. يسوع بيقول كده لرؤساء الكهنة كأنه على اللص، خرجتم بسيوف وعصي، إذ كنت معكم كل يوم في الهيكل لم تمدوا علي الأيادي، ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. يسوع بيقول إيه في الموقف ده في جسيماني؟ إنك كانت ساعة ظلمة والساعة دي كان ليها سلطان. بحسب الساعة، الساعة دي ظلمة ليها سلطان، الساعة دي نور ليها سلطان. فده سلطان الزمن أو سلطان الوقت أو سلطان المستوى على المستوى الأرضي. أربط دي بآية تانية في يوحنا بس ما تتلخبطش منهم لأن دول مجرد مقدمة. يوحنا 12 27 يسوع هو بيتكلم عن الصليب مرة تاني، الآن نفسي قد اضطربت. يوحنا 12 27 ماذا أقول؟ أيها الآب نجني من هذه الساعة. خلي بالك، ما هو ساعة الظلمة لها سلطان، ساعة النور لها سلطان. أيها الآب نجني من هذه الساعة، لكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. خلي بالك ده على مستوى الزمن الأرضي، ففي ساعة وفي ساعة ظلمة وساعة الظلمة لها سلطان. إيه الجملة اللي وراها؟ أيها الآب إيه؟ أما صلي يسوع، أيها الآب مجد اسمك. فجاء صوت من السماء بيقول إيه؟ خلي بالك يسوع بيتكلم عن إيه؟ الساعة. الآب رد عن إيه؟ مجدت ده ماضي؟ وأمجد أيضا ده إيه؟ حد فهم حاجة؟ يسوع بيتكلم عن الساعة، بيقول الساعة دي في لوقا 22 يقول ساعة الظلمة وسلطانها. هنا هو بيقول أنا أتيت إلى هذه الساعة، ساعة الفدا، لأنه قبلها طوالي بيقول لك حبة الحنطة يجب أن تموت. عشان كده قال نفسي اضطربت، قال أيها الأب نجني من هذه الساعة، لكن أنا جئت لهذه الساعة. أيها الأب مجد اسمك. فتنقل من التايم لاين، من الخط الزمني الأرضي، الخط الزمني الإلهي اللي هو سرمدي، اللي هو الرب فيه بيتحرك برا سلطان الساعة، وبيعدي ماضي مجد، مستقبل ومجد أيضا. خليني دي المقدمة، خليني أخش معك على الجد.
واقول لك ببساطه اول نقطه جوايا ايه. رب عنده الصلاحيه ان يرجع لماضيك اي نقطه فيه ويفتديها. وهقول لك عملي ده بيحصل ازاي. يجي لحاضرك ويقويه، ويجي لمستقبلك ويخبرك بيه النهارده عشان تستعد ليه. انت في 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 نقطه الساعه لما بتيجي تعبده ايها الاب مجد اسمك، بتحرك لماضيك بافتداء، لحاضرك بقوه، لمستقبلك باعداد. في الخط الارضي احنا محدودين في اللحظه، في الخط الروحي الروح القدس عنده حريه الحركه، ماضي حاضر مستقبل. هشرح لك عملي، بس خليني انا ابص في كتاب مقدس. بص على كورنثوس الثانيه الاصحاح الاولاني، كورنثوس الثانيه الاصحاح الاولاني، عدد 8. لا نريد ان تجهلوا ايها الاخوه من جهه ضيقتنا التي اصابتنا في اسيا. كورنثوس الثانيه الاصحاح الاولاني عدد 8. لان تثقلنا جدا فوق الطاقه حتى ايسنا من الحياه ايضا. كلمه ايسنا دي كلمه اكبر من الياس. لكن كان لنا في انفسنا حكم الموت. ده لذيذ بولس انه بيوضح الديناميكيه ازاي لما تمر بحيره او بياس تتعامل. قال كان مفتاح انتصارنا على الياس انه احيا لا انا. كان لنا حكم الموت في انفسنا، مفتاح الانتصار على الياس لا انا. مش هنحصر في انا شاعر ايه، مش هنحصر انا بمر بايه، مش هنحصر ايه اللي بيحصل في حياتي، احيا لا انا. كان لنا في انفسنا حكم الموت. لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات. أنا عايز العدد اللي جاي بقى، بص بتركيز شرحه. الذي إيه؟ رب الذي يقيم الأموات. الذي إيه؟ نجانا من موت مثل هذا. نجانا ده إيه؟ ماضي. وهو ينجي ده إيه؟ حاضر. الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي ده ايه؟ يسوع قال انا في ساعة، قال دي ساعة ظلمة ولها سلطان، قال انا اتيت الى هذه الساعة، ده الصليب، اريد ان تعبر هذه الساعة لكن انا جئت لهذه الساعة. ده على مستوى الارض. بولس بيقول هنا ايسنا من الحياة، ما كانتش ألذ لحظة في حياتنا، لكن المفتاح اللي حصل احنا خرجنا من نفسينا. كان لنا حكم الموت في أنفسنا، نحيا لا نحن، رفعنا عنينا من نفسينا ودخلنا على الرب. لما يسوع عمل كده قال أب مجد اسمك، قال له بص مجدت وأمجد أيضا. بولس قال كان لنا حكم الموت في أنفسنا، ليه رفعنا عنينا اللي بيقيم الموت؟ عمل إيه؟ نجانا، ينجي وسينجي. مش عارف عنك بس ده خبر كويس، لان احنا بننحصر في اللحظه وبننحصر احنا حاسين ايه في اللحظه، بنمر ايه باللحظه. بطرس بس تحت رجلي ابتدى يغرق. لكن العباده او الايمان اللي بيطلقك الى المستوى اللي فيه مدرك كده الرب يعدي في الزمن براحته، لان الزمن مخلوق، الرب صار ماضي، فرب ما عندوش مشكله انه يتحرك للماضي ويلمس الحاضر ويتحرك للمستقبل في نفس اللحظة لأن الزمن مخلوق. تقول لي طب بيتحرك للماضي ليه؟ أقول لك نمرة واحد، لأني أنا وإنت ما عندناش الصلاحية نحن نتحرك في الماضي. الناس اللي قاعدة مربوطة بالماضي بتعيش مربوطة بالماضي. الناس اللي قاعدة مربوطة بذكريات، بأحداث، بمواقف، بخطايا، بضعفات، بخزي، بجروح، بعدم غفران، بكل حاجة ليها علاقة بالماضي بتفضل مربوطة بالماضي. أذكرك بمرأة لوط،
نظرك لورا مش من صلاحياتك، ما في مش من صلاحياتك انك تقعد باصص لورا ورا ده الدقيقه اللي فاتت، مش بس ورا ده الشهر اللي فات، ورا ده الدقيقه اللي فاتت، النهارده الصبح اللي حصل في حياتك قبل الاجتماع ده ورا. معظمكم سمعني بقول الصليب في ظهرك وعمال بيقول لك انا فديت اللحظه اللي فاتت اتحرك لقدام، انا فديت اللحظه اللي فاتت اتحرك لقدام، عمال بيفتدي دقيقه بدقيقه، لان فدى الرب مش حصل من 2000 سنه، ده حصل من 2000 سنه على مستوى الجسد، لكن في الروح هو فدى ابدي. يعني كل لحظه الفدى شغال، كل لحظه الفدى شغال، اللحظه اللي فاتت يسوع افتداها. الفدى ملوش تاريخ صلاحيه، الفدى مخلصش لانه حصل من 2000 سنه خلاص، الفدى خلص في عمل الروحي، لكن شغال عمل الروحي ليك كل لحظة دلوقتي والثانية اللي جاية والثانية اللي وراها. ففي صليب وراك، في فدى شغال وراك، عمال بيقولك ما تبصش ورا، أنا بفتدي كل لحظة. فأنا وإنت زي مرات لوط ما عندناش صلاحية نبص لورا، بنبقى عمود ملح مليانين المرارة متخشبين في نفسينا. مين عنده صلاحية رجع للماضي؟ الرب، لانه صار ماضي، لانه بره الزمن. طب تقولي ارجع لماضيه ليه؟ اقولك لان انا وانت محتاجينه يرجع للماضي. ليه؟ لانك النهارده انا وانت ممكن نكون بنحصد حاجات حصلت في الماضي، فالنهارده في حاجه خارجه في حياتك انت بتحصد حاجه حصلت في الماضي، ببساطة أنت بتقف قدامه بإدراك بسيط أنه بيرجع للماضي بتاعك وبيفتدي أو بيقفل مواسير النهاردة فتح عليك حبة حاجات هو بيقفلها برغم أنها في الماضي. إيدي ما تطلهاش، ممنوع أن أنا أرجع إيدي لورا، أذكروا امرأة لوط، بس الرب يتحرك للزمن ويقوم فادي مناطق محددة ويقوم قافل مواسير محددة، فتح النهاردة علي حاجات أنا مش محتاجها تتفتح. أحد فاهم حاجة؟ ببساطة كل مرة ذكرت خزي، ذكرت هزيمة، ذكرت موقف معين، ذكرت عدم غفران معين، ذكرت موقف قفشت فيه، كل مرة أنا بتكلم صورة عملية دلوقتي، كل مرة يخطر على ذهنك ذكرى معينة، خوف جاي من حاجة قديمة، طوالي افتداء يا رب، افتدي يا رب، إيدك بتترفع، قلبك بتترفع، افتداء حصلت في الماضي، إيدك ممنوع أنك تطولها، بس هو ربي يقوم اتحرك لماضيك فادي، قافل النقطة دي، حرقها بسلطان الدم، لأن الدم بيطهر من كل خطية، حرقها بسلطان الدم، فما تفتحش ليك خراج النهاردة. اللحظة ليها سلطان، لو فتحت خوف في اللحظة بتفتح سلطان الخوف للحظة. يسوع قال ده سلطان الظلمة، دي ساعة الظلمة. اللحظة ليها سلطان على حياتك لأنك أنت في اللحظة، أنت عايش اللحظة دي، أنت مش عايش ماضي ومش عايش مستقبل على مستوى الأرض، فالسلطان ليه لحظة في حياتك. لو ترمى ليك حاجات من الماضي، ذكرى، عدم غفران، خوف، صورة قديمة، موقف قديم كان فيه خزي، أيا كان موقف بترمي، بيفتح فوقيك الساعة، اللحظة، الدقيقة دي، ولو أنت استقبلتها بدون ما تقفل مصدر الصديد ده، بيبقى ليها سلطان للحظة، بتفتح يد الإبليس، بيبقى ساعة ظلمة لها سلطان. قال هي ساعتكم لأنه سلطان إيه؟ حد فاهم؟ مرتين أنا جبت قصتين بس، ممكن تلف كتاب مقدس تشوف الرب إزاي على مستوى الأرض إحنا بنمر باللحظة. يسوع بيقول الساعة جت فأم عابد الرب أيها الآب مجد اسمك، فقال له بص أنا مجدته وسأمجد أيضا، أنا بغطي، أنا سرمدي، بغطي ماضي حاضر مستقبل. بولس بيقول إحنا أيسنا من الحياة بس قمنا رفعنا عنينا من نفسينا، كان لنا حكم الموت في نفسينا، هو نجانا ينجي وسينجي أيضا. فبيغطي المرحلة، بيغطي. أنا عايز أرجع تاني من فضلك، ما تعتبرهاش فكرة بسيطة إنك كل أمور قديمة تفتدى،
كل مرة أنا برجع حريص، كل مرة تتذكر حاجة حصلت النهاردة الصبح قول له افتداء. طب ده أنا كنت مظلوم، ده اللي في الشغل جرحوني. حلو قوي، أنت كنت حاسس إيه وقتها؟ غضب؟ حاجة بتاكلك من جوه؟ قول له افتدي ده، افتدي ده، افتدي ده، افتدي ده، عشان ما يتفتحش عليك حاجة للحظة اللي أنت فيها. مهم جدا ان كل مشاعر، كل ذكرى، كل مناطق خزي، كل حاجه تتذكرها تقول يا كان شكلي وحش قوي في اللحظه دي. افتداء يا رب، افتداء ليه؟ وانت وهو يوم راجع لورا، انا نجيت، انا مجدت، انا افتديت، انا فدائي ابدي، وبقوم حارق ده بدم الرب يسوع. قافل الحته دي، حارق الميكروب ده، قافل الخراج ده، فما ينزش عليك، سوري في تعبيرات فما يفتحش عليك اللحظات دي في الحاضر سبب تعب. مش بس كده اللي جاي، لانه هو زي ما قلت لك هو بيخش على الماضي بيفتدي، الحاضر بيقوي. ودي بسيطة سهلة، يعني انك لو انت فادي كل امور مفتوحة ليك من الماضي بتقف قدامه بيسكب نعمة. روح القدس هو روح القوة، بيسكب على اللحظة على الاحتياج، يرسل لك عونا من قدسه، بيسكب فدا على الماضي، قوة على اللحظة على الحاضر، وبيعدك للي جاي. كلكم عارفين في يوحنا 16، مش لازم افتحها، قال كده الروح القدس الذي يرسله يخبركم بأمور أتي. في أبعاد كتيرة في الآية دي، بس إحدى المعاني إنه بيعدك من الداخل لأمور جاية لو أنت فاتح العلاقة معاه. فهو بيفتدي ماضي، بيقوي حاضر، بيعد لمستقبل. فبيسكب جواك انطباعات، بيسكب جواك صور، بيسكب جواك صلوات قبل المعاد. أيوب قال آية حلوة، قال رب يتكلم مرة واثنين، وبعديها بشوية قال باثنين وثلاثة رب يقوم يعلن والإنسان إيه؟ لا يلاحظ. كتير رب يقوم ساكب جواك حاجات قبل معادها، صور داخلية، انطباعات داخلية، أحاسيس داخلية، إلا لو أو ممكن أعلى من كده كمان، بس يا رب يقوم ساكب جواك حاجات قبل معادها. ليه؟ هو عايزك تعد الزمن، يخبرك بأمور آتية، مش عشان تمصمص شفايفك وتقول هيحصل. ناس كثيرة بتحلم في هذا الزمن أحلام مزعجة عن الزمن اللي جاي، بس خلاص الناس تدرك أنا مش بحلم حلم مزعج عشان أخاف وقول ده اللي هيحصل، أنا بحمل حلم مزعج عشان أقف قدام الرب وأقوم رافع إيدي وأقوم أعد المستقبل إن اللي أنا حلمته ما يحصلش. رب يخبرك بأمور أتية مش عشان تمصمص شفايفك وتقول رب يخبرك بأمور أتية عشان تقف تعد المستقبل. هو بيأتي لماضيك بيفتدي، لحاضرك بيقوي، والمستقبلك من أجل الإعداد، لأن إحنا لا نؤمن بالقدر. حد هنا يؤمن بالقدر؟ أشكركم. برضو رجعوا للمؤتمر، لا نؤمن بالقضاء والقدر، لأن الرب فدى شعبه من القضاء، نزع الأقضية عن شعبه. في الآية في حزقيال 22 لما طلب رجلا يقف عن الأرض يبني جدارا في الثغر عن الأرض لكي لا أخربها، وكان بدور الرجل يوقف القضاء. ولو إحنا شعب بنؤمن أن الفداء لغى القضاء، فالفداء لغى القدر. عارفين عن إيه قدر؟ ولا أنا بتكلم بسرعة عليكم؟ اللي هو مقدر ومكتوب، والمكتوب على الجبين، والله فعل، الله عمل. ولاد الرب مش بتحركوا في المستوى ده خالص، ولاد الرب بتحركوا مع الرب من أجل إعداد المستقبل. ولا أنت مدرك أنه أنت بتتحرك مع الإعداد المستقبل؟ إذن المستقبل معتمد على مشيئة الرب اللي أنت بتتحرك فيها من أجل أنها تستعلن في الأرض كما في السماء كذلك على الأرض. الرب يريد أن الجميع يخلصون، بس مش الجميع بيخلصون. إذن تطبيق الآية أن كل ما شاء الرب فعل مش محتاج تفهمه بوضوح.
كل ما شاء الرب فعل، بس مش معناها انه خلاص ما تصليش لانه كل ما شاء الرب فعل، ما تحاربش لانه كل ما شاء الرب فعل، استقبل اي حاجة من ابليس حتى لانه كل ما شاء الرب فعل. لا، في حكمة في ادراكك لي يعني ايه كل ما شاء الرب فعل، لان اولاد الرب بادراكهم لمشيئة الرب بيتحركوا في قصد الرب. مشيئة الرب دي جاية من قلب الرب، شخصية الرب. ففي حزقيا 22 بيقول في قضاء جاي، بس انا بدور على راجل يوقف القضاء اللي انا هجيبه. دي مشيئه الرب، الراجل مش القضاء. والراجل ده حصل. الراجل ده كان بيدور على موسى، لما قال لموسى انا حفني الشعب، موسى وقف قال له لما كان بيفني، عايز يفني سدوم وعموره، ام قال لابراهيم عشان ابراهيم يقف قدامه ويقول يا رب لو في 10 حاشا للبار أن يفني الأثيم مع البار، حاشا للعلي. في حاجة لغاية لما جاء يسوع. يسوع هو الرجل اللي وقف في الثغرة عن الأرض، وده المكان بتاعك وبتاعي اللي احنا بنقف فيه. احنا مش بنقف بأسامينا، بنقف في المسيح عن الأرض من أجل القضاء أن يقف. ناس كتيرة، ولو سمعت أنت أي اخبار او احلام او حاجات عن حاجات وحشه جاي، ده مش بيخبرك عشان تمصمص شفايفك هنعمل ايه، لا، ده بيخبرك عشان تقف وتقول نو. زي ما اخبر موسى انا حفني الشعب عشان موسى يقف يقول له نو. عارفين نو دي بالانجليزي؟ ولينا الصلاحيه ان نقف فيها بسبب يسوع، لأن يسوع دفع الثمن. فأنت بتقف في المكان، في الرجل آدم الأخير اللي بنى جدارا عن الأرض. فلينا ده إدراك مختلف لحياتك، إدراك مختلف لبيتك، لظروفك، لاحتياجاتك، لصحتك. أصلاً أنا حاس إن في مرض جايلي، حلو قوي. بتعمل إيه بالإحساس ده؟ كم واحد هنا حاس إن هيجيله دور برد قبل ما يجيله دور البرد؟ أنا بوسط الدنيا خالص. عملت إيه بالإحساس ده؟ كم واحد هو بياكل حاجه قال الحاجه دي هتتعب مصاريني؟ عملت ايه باللي انت بتقوله ده؟ انا ببسط وبضحك. كم واحد كان خايف من حاجات انها تحصل وساب نفسه خايف من الحاجات انها تحصل من غير ما يعد اللي جاي من دلوقتي بادراك ان افتداء الرب هو نجانا، ينجي وسينجي. فانا بطلب لمساته في الماضي، حاضر ومستقبل. من دلوقتي روح القدس يخبرنا بامور اتيه والانسان كتير لا يلاحظ. ازيكم؟ محتاجين ندرك ان احنا مش موجودين تحت سلطان الساعة، تحت سلطان اللحظة. اللحظة دي انا خايف، فدي لحظة ظلمة. اللحظة دي انا في حاجات بتطردني من الماضي، فدي لحظة ظلمة. اللحظة دي انا متحير عن اللي هيحصل بكرة. في ناس عايشين تحت المعذبون، عارفهم؟ عارفين المعذبون دول؟ في ناس ما عارفش تعرفوا ناس زي كده ولا لا، بس انا اعرف ناس زي كده. طول الوقت ال 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 البرنامج عندهم مشغول جدا. أنا النهاردة معذب من حاجات في الماضي، بكرة أنا معذب من حيرة اللي هيحصل، بعد بكرة أنا معذب لأني باص تحت رجلي، بقى البرنامج يلف تاني. في ناس عايشة كده، أنا أعرف، أكيد مش أنت. في ناس طول الوقت في حاجة بتطردها، إن كان ماضي أو إن كان حاضر أو إن كان مستقبل، برغم إن أولاد الرب معروضين، معروض ليهم في الرب اللي بيتحرك، عنده حرية حركة إن يروح لمستقبلك ويخبرك فتعده من خلال الصلاة، يرجع لماضيك ويفتديه فيقفل لك أي حاجة مفتوحة عليك النهاردة ويلمس اللحظة بقوة. فما تعيش في اللحظة مهدد بماضي، بلحظة أو بالمستقبل. إحنا اللي بنختار نتحرك في أنهي دائرة من الدوائر، دوائر الخوف، اللعنة، الدوران اللي هو، ولا نتحرك في دوائر من البركة أو من المسحة أو من المحبة أو من حضور ربنا. معظمكم عارفين دي كان أحد الحاجات اللي حكيناها عن السنة دي. فاكرين إنجيل يوحنا؟ فاكرين قلنا إيه عن إنجيل يوحنا؟
لما تبص على إنجيل يوحنا من أوله لآخره تجده بيتحرك كل أحداثه ما بين أعياد. في اتنين اتذكروا الباقي نسيوا. كل إنجيل يوحنا بيتحرك ما بين أعياد. في وسط الأعياد دي أحداث، بس إنجيل يوحنا متقسم كله على أعياد. وتكتشف إن دي قلب الرب أصلا، عشان كده كان حاطط أعياد في السنة لشعب الرب في العهد القديم، عشان كل عيد يغطي المرحلة اللي وراها لغاية لما توصل العيد اللي وراها، فمغطي المرحلة اللي وراها لغاية لما توصل العيد اللي وراها فيغطي المرحلة اللي وراها، فمغطي لك السنة بأعياد. خلينا نبص مع بعض بس بسرعة كده في يوحنا 2، هعدي بسرعة، فحط لو أنت معك إنجيل حط صوابعك في الورق. لما كان في أورشليم، عدد 23، يوحنا 2:23، لما كان في أورشليم في إيه؟ في إيه؟ في عيد الفصح، أوكي؟ آمن كثيرون باسمه وزرقوا الآيات. اقلب معايا ليوحنا 5. بعد هذا كان عيد اليهود، سوري، يوحنا 4. لما جاء إلى الجليل، عدد 45، يوحنا 4:45، لما جاء إلى الجليل قبله الجليليون إذ كانوا قد عينوا كل ما فعله أورشليم في العيد. ده غير العيد اللي قريناه في يوحنا 2، لأنهم هم أيضا جاءوا إلى العيد. فيوحنا 2 كان في عيد، يوحنا 4 كان في عيد، يوحنا 5 بعد هذا كان عيد لليهود. ده تالت مرة عيد كمان. فصعد يسوع إلى أورشليم. يوحنا 6 عدد 4، كان الفصح عيد اليهود قريبا. ده عيد، ده غير العيد اللي كان في 2، غير العيد اللي كان في 4، غير العيد اللي كان في 5. كان الفصح عيد اليهود قريبا، ده إصحاح 6. إصحاح 7 عدد 2، كان عيد اليهود عيد المظال قريبا، ده غير اللي فاتوا. اقلب معايا عشان الوقت، يوحنا 10:22، كان عيد التجديد في أورشليم. يوحنا 10:22، كان عيد التجديد في أورشليم وكان شتاء. أؤكد لك لو أنت درست ورايا تجد أنه ما فيش تكرار في الأعياد، يعني ده غير ده غير ده. يوحنا 12:12، في الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم. يوحنا 13، أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل. ببساطة أنا مشيت بسرعة عشان أقول لك حاجة واحدة، إنه في استراتيجية في الكتاب المقدس لشعب الرب اللي بيمر في الزمن الأرضي اللي هو بياخدك من ماضي في صراعات لحاضر في خوف لمستقبل في حيرة، ويقول لك دي مش الدائرة اللي تلف فيها في الزمن. الدائرة اللي بعرض علي الرب بيعرض علينا أن نعيش فيها هي دائرة أعياد. تعبير يمكن سمعتني بقوله قبل كده، احنا مش بنعيد عشان في حاجة عشان حاسين احنا فرحانين، مش بنعيد عشان اتحسمت معاركنا، مش بنعيد علشان كل حاجة حلوة حوالينا، احنا بنعيد علشان نفرح، عشان تتحسم معاركنا، عشان حاجات تحصل. ازيكم؟ بتكلم بسرعة عليكم. العيد اختيار. لما تقرأ كده، مش عايز ألف في الحتة دي كتير، بس في عزرة 3 لما راح رجع الشعب لأورشليم، وأورشليم ما كانش فيها حاجة، كانوا متصورين راجعين لأورشليم، دي ده نهضة، راجعين من السبي نهضة، كل حاجة زي الفل، لقوا ولا حاجة حصل حواليهم، فوقفوا في وسط الأرض، مفيش هيكل، مفيش بيوت، مفيش أسوار، مفيش أورشليم، مفيش أي حاجة. فحطوا أساس الهيكل بس، حطوا حجر أساس للمذبح بس، حطوا مجرد الحجر الأولاني للمذبح. يقول لك وكان رعب بالشعوب اللي حواليهم عليهم، فقالوا إيه؟ تعالوا نعيد. الملكوت مختلف خالص عن الطبيعي. الطبيعي يقول كل حاجة وحشة حوالينا، تعالوا نخاف، أو تعالوا نعمل اجتماع صلاة نترعب فيه، أو تعالوا
في اجتماعات صلاة بتجيب لورا، تعرفوا أنا ياما حضرت اجتماعات صلاة زي كده، تكون داخل اجتماع صلاة تخرج أوحش. ده كتابي بالمناسبة، بولس قال كده في رسالة كورنثوس، قال تجتمعون للأردأ، قال عشان كان في انقسامات بينكم، فقال بتجتمعون للأردأ، ففي حاجة كتابية انك ممكن تحضر اجتماع تجيب ورا فيه. ليه؟ لأنه لا مش مهم ليه. احنا ايه اللي دخلنا في الحتة دي؟ وهم في عزرة وشايفين رعب الشعوب اللي حواليهم وقع عليهم، مفيش حاجة حلوة حواليهم، قالوا المفتاح مش ان احنا نعمل اي حاجة غير ان احنا نعيد، فعيدوا. اذا العيد مش ناتج ان كل امورنا حلوة، مش ناتج انه 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 حسمنا كل معاركنا، العيد ناتج من حاجة واحدة، العيد اختيار انت بتختاره في وسط بيتك، في وسط ظروفك، في وسط خدمتك، ده بتختاره في زمن وحش علشان الزمن يتغير. في مرات الشعب، ارجع انا مش عايز، ما كنتش عايز اركز في الحته دي، في مرات الشعب في العهد القديم ما كانش زمن العيد وعيدوه، ايام حسقية ما كانش زمن عيد الفصح ام عملوا فصح. يعني اجي كده النهارده اقول لكم تيجوا نعيد عيد القيامه، يا عم اصحى من النوم، عيد القيامه فات او عيد القيامه جاي، عيد القيامه مش النهارده، لا بس تيجوا نعيد عيد القيامه، حد فاهم حاجه؟ لان العيد مش تاريخ حصل في شهر معين، العيد مش اجواء جميله قوي فتعالوا نفرح ونزيط ونجيب بلالين، العيد مفتاح بيخلق لك اللي هيحصل بعد العيد. فالرب حط أعياد كمراكز قوة، كمناطق تقوية ليك خلال السنة. اقلب معايا طيب خروج 34، خروج 34 عدد 33، خروج 34-33، ثلاث مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب إله إسرائيل. بالمناسبة ثلاث مرات دول ثلاث أعياد كبيرة اللي هي كانت الفدا، اللي أنا بقول الصور بلغة العهد الجديد، كانت الفدا سكيب الروح القدس، المظال اللي هو الفرح والعبادة بشكر. فالثلاث أعياد الكبيرة في العهد القديم، فداء، سكيب للروح القدس، الاحتفال بالرب وبصنيع الرب. طبعا العيد هو يسوع. أنت ليه ممكن تعيد دلوقتي؟ بسبب يسوع. فالعيد مش محتاج مشاعر تخليك فرحان، العيد حصل ليك، تقدر تعيد اي عيد من الاعياد دي دلوقتي، تقدر تعيد التلاتة دلوقتي، فداك، سكب الروح القدس، فانت بكل فرح بتصبحه وبتعظمه. منظركم مش مصدقيني، كاني جاي انا من كوكب تاني، مش ده نفس الانجيل بتقروه ولا انا بقرا انجيل تاني؟ طب منظركم مخدودين. ممكن تعيد دلوقتي ثلاث أعياد لأنهم ما حصلوا في يسوع. مش فداك؟ مش سكب الروح القدس؟ مش ممكن تفرح بيه؟ الثلاث أعياد حصلوا في المسيح. بس العيد اختيار، والعيد مش بيحصل لأن كل حاجة حلوة، العيد بتعمله باختيار علشان تختبر حاجة حلوة. ما تربناش كده. بس جوقت انك تدرك الملكوت هو كده، ثلاث مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب إله إسرائيل، فإني أطرد الأمم من قدامك وأوسع تخومك. حد فاهم حاجة؟ دول ثلاث مرات هتطلع، لأني أنا لما بتعمل كده أنا بأطرد الأمم من قدامك وأوسع تخومك، لا يشتهي أحد أرضك حين تصعد لتظهر أمام الرب إلهك. إذن ظهورك قدام الرب بعيد بيحسم المعارك، مش العكس، مش حسم المعارك فبتعيد. حد عندك معارك؟ خلاص أنا عايز أنزل من الثلاثة. عندك معارك؟ عيد.
في معركة على البلد؟ تعالوا نعيد. جنان رسمي؟ لا، الملكوت كده، الملكوت مختلف عن الطبيعي، لأن الساعة لها سلطان، بس إله كل زمن، إله السرمدي، ماضي حاضر مستقبل، بيتحرك في ديناميكية مختلفة خالص عن سلطان الساعة، فبيحركك في تايم لاين مختلف، في خط زمني مختلف، بيتحرك ما بين أعياد، زي ما إنجيل يوحنا عمال أقول لك، يوحنا 2، يوحنا 4، يوحنا 6، يوحنا 7، يوحنا 10، يوحنا 11، يوحنا 12، يوحنا 13، ليه؟ إيه؟ ده عيد ورا عيد ورا عيد، وفي وسط الأعياد دي أحداث، عشان يقول لك خط حياتك عبارة بيتحرك، بيتنقل من عيد لعيد. إيه اللي معايا لتسنية؟ تسنية 16، تسنية 16 16، ثلاث مرات في السنة يحضر جميع ذكورك أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره، عيد الفطير ده الفدا، عيد الأسابيع ده الروح القدس، عيد المزال ده العبادة بفرح وبشكر، لا يحضرون أمام الرب فارغين، كل واحد حسب ما تعطي يده كبركة الرب إلهك الذي أعطاك. فيقول لك تعال عيد، وبتقدم ذبيحة، بتقدم حب، بتقدم تسبيح، بتقدم قلبك للرب، والسنة بتاعتك بتتغطى بأعياد. ما عرفش تاخدين بالكم 2012 بتخلص ولا لا، بس 2012 بتخلص، وممكن تبص عليها وتشوف أعياد ولا تشوف إيه. ورب قصده لشعب الرب انه بيتحرك في الحاله الروحيه، انه لما بيحتاج فدا بيعيد فدا فبينال فدا، لما بيحتاج سكيب ومعونه من الروح القدس بيعيد للروح القدس فبينسكب الروح القدس، لما بيحتاج انه حصاد في حياته بيعيد عيد المظال، هو عيد اللي بينسكب فيه حصاد، فاللي هو محتاجه بيعيد له قبل ما ياخده. تعال نروح لعبرانيين. كأني بتنقل في الموضوع، أنا بختم قدامي دقيقتين وأختم، كأني بتنقل في الموضوع بس هو مش عبرانيين 12، لأنه حياتك الرابط اللي بياخدني للحته دي، انه حياتك مفيش لحظه فيها النعمه مقطوعه عنها، او مفيش لحظه فيها النعمه مش معروضه ليك فيها. لو قلنا في سلطان ظلمه، او سلطان الظلمه بيعمل سلطان للساعه، ساعه ظلمه بتعمل لها سلطان، فانا عايز اقول لك ان مفيش ساعه في حياتك ملهاش نعمه، وبالتالي إذا هناك سلطان للنعمة في كل لحظة. وهاخد آية تانية في رومية، لما تزداد الخطية بتزداد إيه؟ أنتوا عارفين برغم أن احنا حافظينها جاء الوقت أن نخور فيها ونصدقها، لما تزداد الخطية بتزداد النعمة، فكان بالحال لما يزداد الضيق. الخطية دي أوحش حالتنا كبشرية، فلما نكون مش في أوحش حالتنا بس في حالة عادية وفي ضيق علينا، بتزداد النعمة ولا لا؟ لما في أوحش حالتنا بتزداد الخطية، بتزداد النعمة جدا، فكان بالحري وقت الضيق. مفيش لحظة في حياتنا مفيش معروض لينا ليها سكيب نعمة. ممكن أعيش حياتي من لحظة ضيق للحظة ضيق، لكن ممكن أعيش نفس الحياة من لحظة نعمة للحظة نعمة فوق الضيق اللي بمر بيه. القصة بتعتمد أنا عينيا باصة فين. لو باصص تحت ضيق 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 ضيق، لو باصص فوق نعمة 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 نعمة، والنعمة دي أعلى من الضيق اللي أنا بمر بيه، لأنها بتزداد النعمة جدا فوق اللي أنا بمر بيه. إذا المفتاح إيه؟ نعمة نعمة نعمة.
المفتاح عينيا بصة فين؟ مفتاح أنا برجع الريفرنس بتاعي، نقطة الارتكاز بتاعتي جاية مرة تاني من فين؟ هنا أقرأ لك الآية يعني فوجئت بيها النهاردة أول مرة أخد بالي منها، يعني واخد بالي من الآية بس مش واخد بالي من اللي هقوله لك دلوقتي. عبرانيين 12:26، الذي صوته زعزع الأرض حينئذ. خلي بالك صوته حين زعزع الأرض إيه حينئذ؟ ده إيه؟ ماضي. أما الآن فقد وعد قائلا إني مرة أيضا أزلزل. ده مستقبل. أنت ممكن تعدي على كتاب مقدس كله وتلاقي آيات بتعدي ماضي حاضر مستقبل. قبل ما أكمل، ده شيء مشجع أو كان مشجع بالنسبة لي وأنا باخد خلوتي النهاردة، أنه أنا متغطي ماضي حاضر مستقبل بحضوره. ما لكمش نفس تشجعوا، أنا كان لي نفس تشجع أنه أنا مطمن. لو رجعت للماضي في حفدة شغال، لو جيت اللحظة دي في قوة منسكبة، لو جيت للي جاي حتى اللي أنا مش عارفه أنا مطمن أنه هو بيتحرك فوق في الثلاث حتت دول. نجانا ينجي سينجي، مجدت وأمجد، زلزلت وحزلزل. مش كده ولا أنا أختي تشجعت؟ كملوا معي. صوت زعزع الأرض حينئذ، أما الآن فقد وعد قائلا إني مرة أيضا أزلزل، لا الأرض فقط بل السماء أيضا. قوله مرة أيضا يعني كمان مرة يدل على تغيير الأشياء المتزعزعة كمصنوعة، الأمور اللي ملهاش أساس، لكي تبقى التي لا تتزعزع. لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع، ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى، لأن إلهنا نار أكلة. بصوا الآية، آية 28 اللي أنا عايز أبص عليها، 28 و29، ونحن قابلون ملكوت لا يتزعزع، ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى. بصوا الآية مظبوطة وترجمتها مظبوطة، وحتى في بعض الترجمات كتبها كده فعلا، ليكن لنا شكر. بس لو بصيت في الأصل بتاع كلمة شكر تكتشف معنى تاني، ونحن قابلون ملكوت لا يتزعزع، حنط كلمة شكر دي، ونحن قابلون ملكوت لا يتزعزع، بينط معاك نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى لأن إلهنا نار آكلة. يعني على ناحية يقولك ده ملكوت بيزلزل الأمور المتزعزعة عشان يثبت الأمور الأساسية، ملكوت لا يتزعزع. عن الناحية التانية بيقولك ده نار آكلة مليان مهابة مليان خوف، بنخدمه محتاجين نخدمه خدمة مرضية بخشوع وتقوى. ففي النص بيقول كده ليكن عندنا شكر. مظبوط، أنا مش بلغيها، مش بقول غلط، بس لو بصيت في أصلها ليكن عندنا نعمة بها نخدم الله. وده اللي أنا عايز أختم بيه، لأن رب ينقلنا من الأمور المتزعزعة، الأمور اللي مش هتفضل، الأمور اللي بتتهز. رب عمال بيهز في الزمن، ولما بيهز في الزمن الحاجات المتزعزعة بتقع، وده حاجة كويسة. خشب والقش والعشب بيقع أو بيتحرق، ودي حاجة كويسة. الأمور اللي ملهاش قيمة في حياتي بس منظرها كبير بتقع، ودي حاجة كويسة. لأن إلهي نار أكل، أنا محتاج أخدمه خدمة مرضية بخشوع وتقوى. طب إزاي أنا الترابي اللي ممكن أتلخبط أخدم هذا الإله الناري بخشوع وتقوى؟ ليكن عندنا نعمة بها نخدم. بصوا أنا عايز أختم بده، لأنه أفسس 4 يقولك لكل واحد منا أعطيت النعمة. هنفتحها بعد إذنكم، أفسس 4، لكل واحد منا أعطيت النعمة. في أفسس كتاب مقدس عدد 7، أفسس 4 عدد 7، لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح.
صعد إلى العلاء سبسبيا أعطى الناس إيه؟ أعطى. كلكم عارفين الحتة دي، بس أنا عايزك تبص على حتة معينة. لكل واحد منا أعطيت النعمة. بعديها بشوية في أفس 4 يقول لك إيه؟ عدد 12، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. إذن ببساطة في نعمة نزلة لتكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، يقولك حتى نصل إلى كل ملء الله، إلى ملء المسيح، إلى ملء قامة يسوع المسيح. في النص أما حكي عن وظائف، أنا مش مشغول بالوظائف، بس لو أنت شرحت الآيات تجد في تضاد. بولس بيقول لكل واحد منا أعطيت النعمة، وبقى يقول لك أعطى البعض. ده مش تضاد. ففي وظائف، في وظيفة رسولية، وظيفة نبوية، وظيفة رعوية، وظيفة كرازية، وظيفة تعليمية. قال 5 وظائف، وقال البعض 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 البعض. إيه القصة؟ عشان كل واحد مننا له نعمة. النعمة دي إيه؟ أنا محتاج اختراقة في حياتي. إذن في نعمة رسولية تخليك تخترق، لأن المسحة الرسولية هي مسحة الاختراق. أنا محتاج كلمة من الرب، إذن في مسحة نبوية ليك. لكل واحد من أعطيت النعمة عشان تسمع صوت الرب. لكم أذان فتسمعون، لكم أعين فتبصرون. شعب الرب مدعو إنه يسمع ويشوف. أنا محتاج رعاية، في مسحة رعوية ليك. تقول لي موجودة فين؟ فين؟ مين الراعي؟ ما تبصش على الوظيفة، في مسحة رعوية من عرش النعمة لحياتك. المسحة بتنسكب على حياتك لتحقيق القوة اللي المسحة بتسكبها. في وظائف مش بلغيها، بس الوظيفة بتنطلق لشعب عشان الشعب يتملي بنعمة الوظيفة. يعني ايه يتملي بنعمة الوظيفة؟ انا محتاج اختراقة في شغلي. اقولك عارف ايه اللي بيعمل اختراقات؟ المسحة الرسولية. تقولي موجودة النهاردة؟ اقولك موجودة. تقولي موجودة فين؟ مين اروح لمين؟ ما تروحش لحد، وقف قدام الرب. في مسحة رسولية بتغطيك لما بنجتمع مع بعض، بتشرب انت منها نعمة نعمة نعمة. لان بنخدم ملكوت لا يتزعزع، بنحتاج نعمة بها نخدم الرب. متحتاج نعمة بها تخدم الرب. طب أنا عايز اختراقات عشان أخدم الرب، في نعمة رسولية. أنا عايز أسمع صوت الرب عشان أخدم الرب، في نعمة نبوية. عايز أكون مرعي أو مضموم، مش 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 يتيم جوايا، عشان أخدم الرب، في نعمة رعوية على حياتك. يعني أنا راعي؟ لا، أنا بكلم أنك بتستقبل نعمة. عمرك مريت كده في بيتك وتحس كده الرب عمال بيحب فيك؟ مش الكل، البعض هز راسه والبعض ما هزش، بس هي معروضة للكل. دي ايه؟ الرب كان بيرعاك. دي نعمة رعوية بتنسكب على حياتك وبيضمك. عمرك قريت في الكتاب المقدس وفجأة حاجات نورت؟ كلنا بقى. دي نعمة ايه؟ تعليم. مش انك هتعلم، لا، دي مسحة التعليم بتنسكب على حياتك عشان تعلمك. عمرك قعدت مع حد، عمرك ما كرست لحد وقلت له كلمات بسيطة وقام جمعك الاجتماع وسلم حياته تاني مرة؟ دي مسحة ايه؟ دي نعمة. ارجع معايا لعبرانيين عشان تبص عليها على الشاشة، وهختم بآية ونصلي. عبرانيين 12 مرة تاني. ونحن قابلون ملكوت لا يتزعزع. رب يهز كل أمور متزعزعة، كل أمور في النفس، كل مخاوف، كل ماضي، كل مخاوف من اللي جاي، كل حاجة. فبيسكب عليك نعمة عشان تقدر تقف قدام الإله النار الأكلة وتخدمه خدمة مرضية بخشوع وتقوى. فأنا وإنت محتاجين نعمة تنسكب. لكل واحد منا أعطيت النعمة، بس أنا بفصصها لك لخمس حتت دلوقتي عشان تستخدمهم، لهم الخمس وظائف اللي في الكنيسة. عايز اختراقات في مسحة، عايز صوت في مسحة، عايز حب في مسحة، عايز استخدم الناس تعرف ربنا في عيلتي في مسحة، عايز اتعلم في مسحة.
لكل واحد منا لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. فشعب الرب مش ماشي متحير، أنت محتاج إيه؟ في نعمة ليك كل لحظة، أنت مش بعيش من لحظة ضيق للحظة ضيق، أنت بعيش من لحظة نعمة للحظة نعمة. ومش نعمة عادية اللي هي البعض بتصور النعمة دي يعني يجي يطبطب عليا وديني كلينكس كده أمسح دموعي بس بس بس، دي مش النعمة. النعمة نار نازلة من فوق، نعمة قوة نازلة من فوق، نعمة مسحة نازلة من فوق. أختم بآية في يوحنا الأولى، رسالة يوحنا الأولى عشان الوقت. يوحنا الأولى 2 آية مشهورة قوي، يوحنا الأولى 2 عدد 27. أما أنتم، ده بيكلم المؤمنين، في مؤمنين هنا، فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم. الآية دي كتير ناس بتزوغ منها عشان إيه؟ أسهل إنها تعتمد على حد يعمل لها حاجة إنها تعتمد على المسحة السكنة فيها اللي تعمل كل حاجة. ما خدتوش بالكم الجملة اللي فاتت دي؟ أسهل لجسدي إني أعتمد على حد يعمل لي حاجة من إني أعتمد على المسحة اللي ساكنة فيا اللي بتعمل كل حاجة. فأهل البرية بيعتمدوا على حد يعمل لهم حاجة، أهل أرض الموعد بيعتمدوا على المسحة اللي فيهم اللي تعمل كل حاجة. فأهل البرية الرب يحارب عنهم، عايزين تكلموا في البرية كملوا في البرية، الرب يفضل يحارب عنك في أرض الموعد بس أنت بتعتمد على المسحة اللي هو الرب اللي بيحارب عنك وأنت بتحرك معاه في المسحة اللي فيك بتعمل كل حاجة. أما أنتم، ما في ناس بتهرب من الآية دي، فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء وهي حق وليست كذب كما علمتكم تثبتون فيه. إيه رأيكم في الآية دي؟ في نعمة، في مسحة، وفي وظائف مطلقة في أجواء شعب الرب محتاج اختراقها، في مسحة رسولية خدها استقبلها وتحرك بسلطان، محتاج صوت في مسحة متحركة عشان ودانك وعشان عينيك، محتاج حب في مسحة تنسكب عليك وتدفي مشاعرك وتخليك شبعان في المحبة، محتاج انك تستخدم لخلاص ناس في عيلتك في مسحة منسكبة، محتاج تتعلم في مسحة منسكبة، محتاج تصدق ان ليك نعمة وإن المسحة اللي فيك مستعدة إنها تقدم لك كل حاجة. يوحنا ما بيقولش الآيات دي لاتنين تلاتة، قال الآيات دي للكنيسة، بعت الرسالة دي للكنيسة، المسحة التي فيكم، كلم الأولاد، كلم الأحداث، كلم الشيوخ. إذن اللي بيقرأ هذه الرسالة أولاد وأحداث وشيوخ، ناس لسه قبل الإيمان، ناس متوسطة الإيمان، ناس كبرت في الإيمان، يقولهم المسحة التي فيكم. جاء الوقت ان ندرك ان حياتنا مش موجوده في زمن ساعه ظلمه، منحنين تحت سلطان اللحظات، تحت سلطان اللي بيحصل حوالينا، خايف ايه بكره هيحصل ايه يا رب، مش عارفين، طب احنا خايفين يا رب انقذنا، كل ده كلام حلو، بس في مستوى تاني خالص من الرب اللي بيعدي ماضيك يقفل لك اي خراريج مفتوحه، بيجي لمستقبلك ويعدك ليه من فانت بتتحرك بتصلي بتعد الزمن اللي جاي، لأنك بتتحرك من عيد لعيد من نعمة لنعمة. نحن من ملئه جميعا أخذنا نعمة فوق نعمة، مفيش لحظة في حياتك مش مسكوب لك نعمة لاحتياج اللحظة دي. وده خبر مشجع، تعال نغمض هنا ونصلي. ارفع عينك معايا للرب لأنه صالح جدا، لأن إلى الأبد رحمته. أستأذنك تعالوا نقف عشان الوقت تتأخر، تعالوا نقف كلنا. هللويا.
طوالي يعني وقف وارفع ايدك وقول انا بعيد ايدي المظال يا رب، انا جاي اعيد، انا جاي افتخر بالهي، جاي احتفل بالهي، لان لما بحتفل في حاجه بتحصل، مش لما في حاجه بتحصل انا بحتفل. انا جاي اطلق عيد في اجوائي، جاي اطلق عيد على نفسيتي، على بيتي، على شغلي وعلى بلدي، جاي اطلق عيد في اجواء المحيطه بيا، في اجواء اللحظه الساعه. جاي اعلنها مش ساعه ظلمه، جاي اعلنها ساعه نعمه، ساعه يسوع ملك عليها السيد، نجانا ينجي وسينجي، مجد وسيمجد، انقذ وسينقذ. ابونا السماوي بنعظمك لانه ليس مثل رب الهنا، مستحق الخروف ان ياخذ المجد والاكرام، مستحق الاب ان يسجد قدامه ويعبد. بنعظمك ملك الملوك، حرك روحك في هذا المكان بروح نعمه، بروح تضرعات. روح الله خد طريقك في هذا المكان بصلوات مقتدره، بنعمه منسكبه لكل احتياجات موجوده هنا. عينينا مرفوعه ليك ملك الملوك رب الارباب. زيت نازل، مد ايدك معايا قولوا نعمه 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 نعمه. اسكب زيتك، اسكب حبك، اسكب كلمتك فينا. بنحب حضورك جدا، بنحب اسمك جدا، بنحب عهدك جدا. بتغطي ماضي، بتقفل، بتلمس كل نقط في الماضي وبتفتديها، بتحرق كل ميكروب جاي من الماضي. فبنعظم صنيعك، بنعيد ليك. اي اله مثلك، اي اله مثلك يصنع لمن ينتظره، أي إله مثلك يوجد شديدا في كل لحظة، أي إله مثلك لما تزداد الخطية بتزداد النعمة بتاعته جدا، أي إله مثلك، أي إله مثلك صالح إلى الأبد، عدم أمانتي لا يبطل أمانتك، أي إله مثلك. حرك روحك في المكان أبو نسيم، خد طريقك يا روح الله. يسوع الجالس على العرش، يسوع الجالس على العرش، ملك الملوك. يسوع الجالس على العرش، عظمه. يسوع الجالس، ارفع وعلي ملك الملوك. كل الأرض تسجد فيه، كل ثانية تجري فيه، كل الأرض تسجد فيه، كل ثانية تجري فيه. لمجد الآب، لمجد الآب، يسوع الجالس، يسوع الجالس على العرش، عظم الجالس على العرش، يسوع الجالس على العرش، ملك الملوك، ملك الملوك. ارفع عينك من نفسك للجالس، يسوع الجالس على العرش، يسوع الجالس على العرش، ملك الملوك. كل الأرض تسجد فيه، كل الأرض تسجد لي، كل ثانية تجري في لمجد الآب، لمجد الآب. لذا أنحني وأسجد وكل قلبي أسجد.
مستحيل
للأبدي أنت مستحيل، للأبدي أنت مستحيل. مفيش مرة بتقول له مستحق والسماء ما بتسكبش أمور على حياتك، مفيش مرة بتعظم وبترفعه إلا ما السماء بتسكب أمور على حياتك. فمد إيدك معايا باسم الرب يسوع، هناك نعمة نازلة، محتاجون إلى شفاء بيشفيهم، محتاجون إلى اختراقات في مسح الاختراقات على حياتهم، محتاجون إلى صوت يقودك مرة واثنين وثلاثة، محتاجون إلى محبة. الرب راعي الخراف الأعظم. استقبل من الرب، استقبل من عرش النعمة هذا الزيت النازل، استقبل مسحة الرب. لكل واحد منا أعطيت هذه المسحة، أما أنتم فلكم مسحة من القدوس قد أخذتموها، أما أنتم فلكم مسحة من القدوس قد أخذتموها. استقبل، لأنه بيسكب وبيملى، بيسكب وبيفيد على بيتك، على صحتك، على جسدك، على عينيك، على خدمتك، على مستقبلك. هو أمس، هو اليوم، هو إلى الأبد. هو نجى، هو ينجي، وهو سينجي أيضا. هو مسح، هو يمسح، وهو سيمسح أيضا. هو سكب نعمة، هو بيسكب نعمة، وهو سيستمر في النعمة على حياتك. تزداد النعمة جدا. أحمدك يا رب، استقبل كل أعمالك وأنت بتعظم، استقبل ويباركك الضياء. أنت صالح بكل، نعم 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 أنت صالح.
يتكلمون بمجد ملكك ينطقون بجبروتك يتكلمون ملكك يكون ملكك وسلطانك في كل دور فدوري دور فدوري ملكك يسوع ملكك وسلطانك في كل دور فدوري دور فدوري ملكك وسلطانك فدوري دور فدوري نعم 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 اسكب نعم استأذنك ارفع يدك معايا صلي صلوات محددة الوقت اللي جاي لو انت محتاج أمور محددة في الماضي قصص ذكريات أمور اتفتحت دخلت سلطان للظلمة النهاردة اللحظة دي ارفع يدك بإيمان قول أبونا السماوي أنت بترجع للماضي وتفتدي مراكز مصادر مفاتيح أول ما تفتح هذا الأمر على حياتي كل خزي كل عدم غفران كل لعنة كل تعب كل أمور موروثة في اسم الرب يسوع الفدا بيتحرك لماضيك وانت ما تبصش انت لورا انت ما تبصش لورا انت باصص للسيد اللي بيرجع لوراك وبيفتدي الزمن فصلي الامور محدده باسم الرب يسوع صلي الامور محدده كل مواقع خزي كل مواقع الم كل مواقع صور فيها هزيمه كل مواقع حصل فيها امور فتحت كانت عليك او على عيلتك امور من عدو الخير افتداء باسم الرب يسوع دم المسيح يطهر بيحرق كل أماكن فيها ميكروبات العدو اتفتحت وانت رافع ايدك صلي لو خلصت هذا الأمر اتحرك للمستقبل كل مخاوف كل أمور كل حاجات بتسمعها أو بتستقبلها ارفع ايدك ضد كل أمور إبليس بيقولك المستقبل شكله كده وقف وقول لا باسم الرب يسوع واطلب غطاء الرب حركة الرب افتداء الرب على مستقبلك أيضا صلواتك بتعد المستقبل صلواتك بتحرك للزمن اللي جاي وتحسمه باسم الرب يسوع أبونا السماوي تعالى فير على كل أمور قادمة باسم الرب يسوع واقفين كالسور بنبني جدارا عن الأرض باسم الرب يسوع وقف معايا كرك كمحارب كمحاربة وارفعي ايدك كده أبونا السماوي بنزرع للمستقبل الآن صلوات بتخترق الزمن اللي جاي لا خوف لا حيرة لا تحير لأزمنة قادمة لكن بنغطي السماوات اللي جاية مش النهاردة السماوات اللي جاية بنغطيها بصلوات من دلوقتي بنتحرك للزمن اللي جاي بالروح القدس الروح يخبركم بأمور آتية بنتحرك في الروح لأزمنة جاية بنغطيها بأيدين مرفوعة باسم الرب يسوع بنعد الأوقات والأزمنة باسم الرب يسوع كل زراعة بتزرعها النهاردة للي جاي هتحصدها في الزمن اللي جاي كل إعدادات روحية كل لأ لإبليس وكل لكلمة الرب الصالح لمستقبلك هتحصدها في المستقبل فصلي بإيمان باسم الرب يسوع لأنك بتزرع الآن الحصاد جاي باسم الرب يسوع الأبواب مفتوحة النهضة جاي باسم الرب يسوع لبوابات النهضة اللي ربنا عمال بيكلمنا عليها ل2013 لاستخدامات متنوعة الآيات وعجائب باسم الرب يسوع رب يرفع مستوى النعمة والزمن على حياتك لأن النعمة بتزداد جدا باسم الرب يسوع رب يرفع مستوى النعمة نعمة 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 كي نخدمه خدمة مرضية بخشوع وتقوى لأن إلهنا نار آكلة بنعظمك بنسبحك بنرفعك نعم عظم الرب جدا نرفعه جدا عليه لأنه مستحق الهتاف الحمد من يفتخر فليفتخر بالرب إلهنا لا يتركنا لحظة ولا طرف عين يصعد أمامنا
وحميد جدا وليس لي أمام دين استقصادي عظيم هو الرب وحميد جدا وليس لي أمام دين استقصادي عظيم هو الرب وحميد ملكوتك لن يزول وسلطانك أبدي ملكوتك لن يزول وسلطانك كرسيك كرسيك يا الله بلادا من نور أساس ملكك بالسور لأيامك لبيتك لخدمتك لشغلك فأعلن السور الرب ومجد الرب على حياتك صلي 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 بالروح صلي بالذهن صلي بإدراك نعمة النزلة أبوك الصالح لا يتركك لحظة نعمة منسكبة لحظات اللي جاية صلي من أجل البلد مؤامرة إبليس تفشل مؤامرة إبليس كل مؤامرة أطلب صلي معايا من أجلك من أجل حاجة محددة من أجل الدستور اللي بتعمل أي حاجة فيها مؤامرة لإبليس على هذا الدستور تفشل
مجرد صلي ببساطة يعني. مؤامرة الرب تنجح، كل مكيدة لإبليس على هذا الدستور تفشل في اسم الرب يسوع. الحفرة اللي بيحفروها يقعوا فيها، خشبة هامان يصلب عليها هامان باسم الرب يسوع. فصلي صلي من أجل الدستور، نشن صلواتك على هذا الأمر بصورة محددة اللحظات دي باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. كل مؤامرة من إبليس على الدستور تفشل، كل حفرة تتحفر، كل مخططات، كل مشورة أخيتوفل تفشل باسم الرب يسوع. مؤامرة رب تانية محبة الله الآب، نعمة ربنا يسوع المسيح، شركة وعطية الروح القدس تكون معكم، تدوم فيكم من الآن وإلى الأبد. أمين. ربنا معكم. اجتماعات عادي السبت في المقطم، الاثنين شيراتون، الأربعاء.